وأولى فقراتنا يا نور رح نروح فيها بعالم الرياضة وممارسة الرياضة، وكيف فينا نحن نستخدم الرياضة والتمارين الرياضية لحتى نخفف دهون من جسمنا، لحتى يصير جسمنا سليم أكثر ونبعد عن الأمراض، لحتى نفسيتنا تتحسن أكثر. رح نحكي عن أهمية الرياضة وعن أهم التفاصيل يلي لازم نعيشها بعالم الرياضة مع الكوتش لورا موكران. صباح الخير كوتش. صباح النور حبيبي. سعد صباحك. سعد صباحكم. صباح الخير كوتش. صباح. يمكن نحن كلياتنا بالشتاء نوعا ما نبتعد عن الرياضه، ويمكن مزبط. كمان نمط الحياه صار مختلف، تلاقي ما عاد العالم مشيت مثل قبل. صح. بتلاقي كل شيء عم ينجاب من خلال بتلاقي بالسياره او مكان قريب. خلينا نحكي كمان بالشتاء دائما في زياده وزن، خصوصا إيه عند الصبايا هلا لكل الناس عم تتابعنا، وما في عندك تلتزمي اساسا بنادي رياضي. خلينا نحكي كيف فينا فعلا نحن نمارس الرياضة ممكن بالبيت ببعض التمارين فينا نحافظ فيه على جسمنا. تمام. هلا اول شيء رح نفصل الشتاء، مزبوط هي الفكره. صحيح. العالم تبتعد عن الرياضه، وقت الصيف بيقولوا لك شوب وشوبت وما بقدر انا اروح على النادي وكذا، فنحن دائما بكل فصل عنا عذر. هلا هي اول شغله. شغله ثانيه، بالعكس نحن بالشتاء كثير ضروري نمارس الرياضه. اولا الجسم تختلف عنده اليه الحرق كليا. هلا نحن بالصيف اوريدي اوقات اشغالنا واعمالنا ممكن تساعدنا او ترفع من اليه الحرق بالجسم، بس بالشتاء نحن دائما بحاجه تشجيع للجسم. فاول شيء نحن بالشتاء لازم اقل شيء نقدر نمارس رياضه المشي صباحا. هي طبعا انا عم بحكي لسيدات المنزل اللي ما بتقدر تلتزم بنادي. لو نص ساعه نقدر نمشي الصبح، ممكن نحن نكون متبعين اليه معينه بنظام الاكل تساعدنا كمان على اليه الحرق. اذا ما قدرنا نحن نلتزم بنادي فنحن ممكن نمارس التمارين الخفيفه بالبيت. طبعا اليوتيوب ما عاد خلى حدا جاهل، النت عنا صار مخلي الكل يعرف اي تفصيل بده اياه. ممكن نستفيد من اليوتيوب ببعض التمارين الخفيفه اللي بتوضح لنا الصح من الغلط، اليه العمل الصحيحه، مع اضافه رياضه المشي مع الاليه الخفيفه لتنظيم الاكل، لانه غالبيه سيدات المنزل تبع انه انا ما بقدر اتبع ريجيم، ومع انه هو الريجيم هو اهم شيء بالرياضه. هي نحن عم نحكي على سيدات المنزل. اما بالنسبه للصبايا اللي متبعين نادي فنحن دائما بنقولها هي الشغله، انه لا رياضه بدون اكل منيحه ولا اكل بدون رياضه تمام. فبنتبع الرياضه مع الاكل. انواع الرياضه كثير متنوعه، فينا نمارس اي شيء نحن بدنا اياه. ما فيني انا لا امدح برياضه معينه ولازم برياضه ثانيه. اي نوع رياضه بيساعدنا على اليه الحرق بالشتاء هو تمام، مع الالتزام بنظام غذائي او اليه معينه تحت اخصائيين التغذيه. تمام كوتش. كثير مننا يمكن بيعاني من امراض، هي الامراض بيقولوا ممنوع تعملي تمارين رياضيه، منها الديسك، منها وجع المفاصل وامراض ثانيه مرافقه على نمطها. يعني خلينا نحكي اليوم نحن كيف فينا نحرك جسمنا اذا كنا بنعاني من الديسك، بنعاني من وجع باطرافنا، مانعين علينا الرياضه، شو هي الرياضه المناسبه؟ تمام. هلا اول شغله هي الرياضه المناسبه، صار في رياضه خاصه بهي الامراض، يعني صارت في كورس مثل هي معالجة فيزيائية. يعني هي أولا رياضة بتساعد على آلية الحرق بالجسم، إضافة هي كمان كورسات علاجية. طبعا هذا الحكي نحن مو كل مدربين الرياضة بيقدروا يلتزموا مع حالة مرضية معينة، بس كل كوتش بيكون عامل كورسات. اللي في شركات عالمية فتحت كورسات خاصة لمرضى الديسك والمفاصل وهي القصص، فممكن يتبعوا رياضة خاصة بهذا الشيء. ما في رياضة معينة أنا أقول لهم يقدروا يلتزموا فيها، لأنه كل الرياضات يعني رح يكون لها تأثير قوي على هي الأمراض. ففي كورسات معالجة فيزيائية إضافة لزيادة معدل آلية الحرق لهي الأمراض خاصة. يعني أما رياضة معينة يعني بدي أقول لهم رياضة خفيفة مثل رياضة المشي، يعني حتى مثلا المشي إذا بدي أقول على المشي خاصة في طريقة مشي معينة لمرضى الديسك، فهذا الشيء لازم إجباري يكون متبع من قبل حدا مختص. أكيد مختص تماما. يمكن أشرتي لنقطة كثير مهمة، هي كمان النمط الغذائي المرافق أكيد للرياضة. يعني في كثير ناس بتقول لك أنا بلعب رياضة بس ما عم بفقد وزن بشكل وهي عدم صحيح. الالتزام بالأكل، هي عدم الالتزام. ويمكن ما فينا نقول دايت أو رجيم، فينا نقول نظام صحي. هو أكيد صحي أكيد. أكثر ما أكيد. هو رجيم متبع مع الرياضة. في بعض السيدات والصبايا بيلاقوا فرق خلال فترة زمنية ممكنة. تمام. هلا المشكله انه نحن اوقات بيقولوا لك انا كمان غير قصه انه بيلتزموا بالرياضه بلا اكل، بيلتزموا بالريجيم بلا رياضه، فهون بتكون النتائج كارثيه. يعني بيكون نزول الوزن بطريقه غير صحيه، رح يصير في ترهلات بالجسم، حيصير في انخفاض بمعدلات الفيتامينات كذا، وبالذات الريجيمات القاسيه.
انا بنصح اي حدا عم بيشوفنا انه الرجيمات القاسيه يبعد عنا كليا، لانه دائما في لها توابعها واضرارها، وبالذات بعد ايقافها، يعني خلالها وبعد الايقاف رح تلاقي نتائج كثير سلبيه. فلا، خلينا نتبع رجيم متوسط تحت اخصائيين تغذيه مع استشاره كوتشات رياضه. اوكي، بس المهم انه نحن ما تكون الرجيمات من عنا، او الرجيمات تحديدا انا ما بنصح حدا انه من عنت، لانه اوقات في مرضى سكر، مرضى القلب، في امراض معينه ما بتواتي اي رجيم بتفتح عليه، فبتكون الاضرار كارثيه. لهيك نظام الاكل تحديدا يكون متبع من قبل كوتش رياضه او اخصائي تغذيه حسنا. نعم، او انه ياخذوا رجيم عن رفقاتهم او من على النت كمان. هذا اكبر، شوفي جبت هذا الرجيم عند الدكتور، طب انت لا، في لك اليه حرق معينه، في لك نسبه شحوم معينه، في لها، في بجوز انت عندك اليه الحرق ما بتحرق مثلا اللحم الابيض، عند اللحم الاحمر سهل الهضم عندك اكثر، حتى زمره الدم بتلعب بدور الرجيم. فلا، الرجيمات تحديدا تكون متبعه من قبل اخصائيين اكيد. نعم كوتش، خلينا نحكي بنقطه كثير مهمه، حكينا عن علاقه الغذاء بالرياضه، حكينا يمكن عن بعض الامراض اللي لازم نحن يكون لها رياضه مخصصه، ولكن خلينا نركز شوي على النفسيه. كلنا عم نمرق بظروف كثير يمكن صعبه، عم نشوف شباب عم يوصلوا لحالات كثير بشعه، من يعني ما حدا بيرضاها، لا مزبوط. دين ولا تربيه ولا صح. اهل صح. عم يحرقوا قلوب اهلهم من وراء بحجه النفسيه. خلينا نقول صح. خلينا نحكي اليوم الرياضه قديش هي مهمه والها علاقه، وهي الرابط وثيق جدا للنفسيه لحتى تتحسن. هلا اولا فينا قديش فينا نحن يمكن نمشي، ما عم نطلب نحن ندفع مئات الالوف بالنوادي الرياضيه، نمشي طمع. بس قد ايه بتعطي بالميه تحسن نفسيه؟ هلا هذا السؤال كثير حلو، انا ما كنت بعرفه بس كثير حلو. احكي عن حالي مشان اكون واقعيه اكثر. انا حدا كثير بتلعب الرياضه دور بنفسيتي، وكل ما بحس حالي اني انا وقفت او بعدت عن الرياضه فانا بتحول لبني ادم ثاني تماما. في شوي اهل بالضبط يتبعوا الميول المعينه، تضيلوا هي الطاقه كيك بوكسي موضوع من الصغر. لازم نتبع مثلا اذا في ميول او في طاقه، هي تفريغ طاقة. تمام، هي تفريغ طاقة، فلازم هي تتبع من وقت ما يكون الشاب أو الصبية أطفال، لازم يتبع هذا الموضوع من الصغر. هلا على الكبار ممكن تصير في عمليات تشجيع، يعني مثلا إنه تدور هي على الشيء اللي إلها ميول أكثر عليه أو بتحبه، ما تكون الشغلة إجبارية. يعني هلا بعد ما يصيروا بعمر معين ما عاد فيكي أنت ترشديهم، فهن بدهم يواكبوا نفسهم، يلاقوا شو الشيء اللي هن بيحبوه، الشيء اللي هن بيميلوا إله. يعني مثلا مثل أنا بكره الرياضات العنيفة، فبروح بميل للشغلات الحارقة للدهون بس بطريقة بستايل أنا بحبه. فانا مالي مجبره اجي لا اقمع حالي لا انا لازم العب بهي الرياضه، هي بتحرق اكثر شيء وكذا، بروح درس وعشرة لا بعدين لا، بتبع الشيء اللي انا بهواه، اللي انا بحس حالي اني انا رايحه وانا متشجعه عليه، انا مبسوطه فيه، محل ما بلاقي حالي بروح. ما حدا يجبر حاله على اي رياضه عنيفه، لانه حتقلب العكس، رح اتضايق ومل واكره الرياضه ونرجع من تحت الصفر. فهي هي الفكره. يمكن نقطه كثير مهمه، مسؤوليه الاهل في توجيه اولادهم هي مفهوم الرياضه. يعني نحن وصغار بطلاب المدرسه حصه الرياضه كانت دائما تروح للحصص الاخرى، هي اساسا تربيه بدنيه قبل ما نقول رياضه. كيف فينا التربيه البدنيه للجسم؟ حتى الطفل مثلا لما نبلش معه من هو صغير بتلعب دور بالنفس، بطاقته الجسم قديش قادر يتحمل لبعدين. هي نقطه كثير مهمه، اذا فينا فعلا نحن من الاولاد من هن وصغار نعمل لهم بعض التمارين الرياضيه صحيح. بالبيت كمان، بس فينا نقول بسيطه مش كثير قاسيه أكيد. باعمار صغيره، مع انه عم نشوف اعمار صغيره عم تكون في رياضات عنيفه للاطفال وعم يفرغوا فيها طاقات وعم يحصلوا على كمان مراتب فيها. هلا مثل ما حكينا مثل الكيك بوكسينج، المواي تاي، التايكوندو، هدول كلهم صار في لهم تمام، صار في لهم بطولات واحزيمه وانا مالي كثير خبيره فيهم يعني، بس انه عم شوف يعني عندي بالنادي وكوتشات زملاء. بس الرياضة العنيفة للطفل هلا بعيدا عن الرياضات اللياقة البدنية، لان احنا كل شيء ذكرناه يعتبر لياقة بدنية، اوزان وجيم وهي القصص ابدا هي ما لها نصيحة للطفل، لانه هو بيكون بمرحلة نمو صحيح، وهو في عنده قدرة عضلية معينة، في عنده سن معين، في عنده مرحلة نمو لقدام، فنحن لازم نتبع الشغلات اللياقة البدنية. هلا كثير انا عم شوف لانه اخطاء مثلا بالجيم، انه عم بفوت مثلا طفل عمره 16 سنة صحته منيحة
بيلعبوا اوزان وقصص وكذا، وهي في اخطاء كثير هي عم نشوفها طبعا دائما لحد ما يوقف النمو عند الطفل. هون نحن بنقدر بقى نتبع الجيم والاوزان وكذا. تحت السن اللي لسه عم ينمو الجسم فيه نحن لازم نكون ضمن اللياقه البدنيه فقط. فهي نصيحه عامه. غير هيك كثير بشجع، وحتى لو كان الطفل ماله ميول خلي طاقته موجهه لشغلات معينه، لنشاطات وللرياضه هي اولا واخرا. يعني الرياضه تحديدا الطفل بيقلد اهله، يعني اذا شفته عم بيلعب رياضه بالبيت بتلاقيه ممكن يركض وراها. اكيد اكيد النشاط بيفرق، حياته بتفرق، تنظيم وقته بيفرق، مزاجه بيفرق. يعني هي طبعا انا ما عم بحكي على فتره انيه، لكل العمر تسحب معه. انا كمان بحكي عن حالي، دائما بضرب مثال بحالي لكون واقعيه. الرياضه كثير لعبت دور بحياتي، يعني من الناحيه الجسديه، من الناحيه الفكريه، المزاج، من كل النواحي. من يعني كل النواحي تمام. صحيح. فانا بنصح اي طفل حتى لو ما له ميول لان احنا نكون وراه لنشجعه على هذا الموضوع. خلينا نرجع عند السيدات يلي عم يشوفونا وخاصه الصبايا. الشتويه هي كثير بتخزن سيلوليت ودهون وصعب الحرق. صح. بس في الصباح شو فينا نعمل هيك حركات بالبيت نعلمها للصبايا والسيدات اللي عم يحضرونا، غير انه بركي ما عندهم وقت؟ بيقولوا لك في ناس بتقول انه تنظيف البيت هو رياضه، هو من اهم الرياضات. هلا مع الركض ورا الاولاد بتقول رياضه. هلا على فكره المشكله انا ما فيني افرض وقت معين على السيدات المنزل. هلا انا من العالم اللي انا بيجيني نشاطي المساء، ما بيجي نشاط الصبح، مع انه هلا اذا بدنا نحكي على اليه الحرق الصحيحه فهي بتكون تماما الصبح. بس كل حدا هي طباع بالنهايه، كل جسم وله اليه الحرق او له النشاط المعين تبعه، فمو كل الاجسام مثل بعضها. ممكن تلعب الصبح مو بكامل نشاطها، تلاقي نشاط الظهر اوكي العبي الظهر، لقيتي نشاطك المساء بلعب المساء. فطبعا مع الثقافه العامه انه نحن شو نعمل قبل، شو ناكل قبل، شو ناكل بعد التمرين. هلا الصبح شو ممكن نعمل نحن بقلب البيت؟ ممكن طب خلينا نعطي امثله. مثلا لازم نتروق او ناخذ على الفطور تمر حليب، هدول القصص الصحيه بعيد عن الخبز. تمام. هلا الاطعمه اللي انا دائما هي اكس من كنسله تماما، الاطعمه الحاره، البروتين الحارة. تمام. يعني الحر، الفلفل، الشغلات الحادة. ما بعرف هاي المعلومة ليه. هي بتحب السوائل بالجسم. تمام. مع انه إنه في عالم العكس اخذين انه الحر لا بيحرق اكثر. نعم. لا صحيح. الاطعمة الحارة مضرة. شكلك انت من محبين الحد. اوكي. الاطعمة الحارة، البروتينات الصعبة الهضم، لازم دائما يكون عندنا، حتى مو بس الفطور بشكل عام بقلب اليوم لازم يكون في عندنا بروتينات سهله الهضم، وجبات خفيفه، نبعد عن الفطاير والمعجنات، بعد عن الكولا والبيبسي هذول القصص. الوجبات الدهنيه اللي فيها كوليسترول عالي بتاثر على القلب. تقريبا هذول اللي بشكل عام نحن نبعد عنهم. انا حكيت بمجال واسع، يعني عطيت على كل شيء، فطور وغدا وعشاء. صحيح. هذول السته لازم نبعد عنهم تماما. طيب الفترة الزمنية، يعني هلا قلنا على الأكل وقلنا ممكن تلعب رياضة بالوقت اللي بيناسب، بس في كثير سيدات بتقلك الصبح أنا قادرة أكثر لأنه عدم الالتزام بأمور أخرى مثل العمل والأولاد. فترة زمنية بشكل مثلا أسبوع، يعني أنا إذا فيني 3 أيام بالأسبوع بالبيت أعمل تمارين رياضية 30 20 دقيقة حسب. تمام. قديش هي بتأثر؟ وخلينا نعطي أمثلة لكل السيدات يعني تشوفوها. هلا طبعا أنا بنصح إنه بداية للمبتدئ إنه 3 أيام بالأسبوع أوكي منيح. دائما لازم يكون في فترة راحة عضلية واللي هي 48 ساعة دائما. إذا كان في عندك تمارين بأوزان أو شيء فنحن لازم يكون في عندنا استراحة عضلية اللي هي 48 ساعة. يعني بنرجع على قصة إنه يوم أي يوم، لا 3 أيام بالأسبوع. إذا هي كانت من محبين الرياضة كثير تبع أنا كل يوم بروح، لازم يكون في عندك يوم بريك إجباري. نجي لقصة الحرق. هلا هي ساعة، ساعة ونص أوكي، في عالم لا نشاطها ساعتين و لا ساعة كافية، ساعة ونص كافية لنشاطها عالي. بعد هالساعة بتلاقي حالة منشطة وحالتها رواء وكذا، هون بقى بتبلش بقى تفتح القابلية. طبعا هون احنا هون بيزيد عنا افراز معدل هرمون الاندروفين اللي هو تبع بيخليكي تشتهي كل شيء بتشوفيه قدامك. هلا هذا الهرمون رفيقي صاير والله هو رفيق الكل بصراحة. هو رفيق الكل. بس يصير في عنا افراز لهذا الهرمون ببلش الجسم يطلب بطريقه مفجعه. يعني
لما ما بنلعب رياضة بيكون وضعنا طبيعي، لعب الرياضة بيساعد على إفراز هذا الهرمون، فهون إحنا بدنا نتحكم نضبط هذا الموضوع. طبعا الأكل كتير مهم بعد التمرين، مثل ما حكينا البروتينات سهلة الهضم. بعد بقدي فينا بعد التمرين مباشرة، بس مثل ما حكينا بروتينات سهلة الهضم، بعد عن السكريات. مثلا فينا نشرب شاي مثلج طبعا ما فيه سكر، فينا نشرب شيء فريش يكون اخف شيء سكر، ففينا ناكل بعد التمرين دغري، ولكن مثل ما حكينا بشيء معين بروتينات سهله، اي وجبه تكون سهله الهضم طبعا تحت حميه غذائيه، بس ما في وقت معين لبعد التمرين، بالعكس الجسم رح يكون بحاجه كثير قويه للاكل بعد التمرين. بس في كثير من السيدات يمكن عم يتابعونا في عندهم بيسموه شحوم قاسي، يعني بتقول لك انا بلعب رياضه، انا بمارس تمارين رياضيه، وهي مش بكل الجسم، هي بمناطق محدده بالجسم. تمام. كمان هون قديش فيها كمان الرياضه مع نظام غذائي، في مثلا بيقولوا لك ريجيم هيدا لا الشحوم العنيده او القاسيه ممكن خليكي تفقدي وزن باماكن محدده مع الرياضه. صح. هلا اولا الرياضه هي ما بتشتغل على عضله معينه، هلا في عالم بتقول لك انا كل يوم عم بلعب معده عشان يروح بطني، يا قلبي مو كل يوم الواحد بيلعب معده، اولا مثل ما حكينا في استراحه عضليه. ثاني شغله انه كنا عم نحكي على قصه على قصه الشحوم القاسيه، اولا ما بيلعب للعضله يوميا، ثانيا ما في رياضه لقرنه معينه. صحيح. الرياضه بتلعب على كل الجسم، بتعمل كارديو لكل الجسم، بتحرق دهون بكل الجسم، ولكن مثل ما قلتي الاكل في مثلا مثل السكريات اللي بتعمل ديفويات مثل اللي عنا يعني هلا حاليا بالشتاء. تمام. السكريات، المعجنات اللي بتعمل بطن، مثل المشروبات الغازيه اللي بتسبب انتفاخ بالكولون، فهدول القصص اللي بيبعد عنهم اخصائي التغذيه مثلا بموضوع الديفويات الخواصر والبطن. مثلا بالرجلين بيبعد عن موضوع الدهون مثل الشحوم، الاكلات الدهنيه الاوفر صعبه الهضم، ففعلا في مناطق معينه بتتركز فيها دهون من اكلات معينه، فمزبوط في ريجيمات خاصه بهذا الموضوع، ولكن الرياضه يجب هي صح. ضروريه، وهي بتشتغل لكل الجسم. ما في رياضه بتحرق منطقه معينه، هذا اللعب بنلعبه بقى على العضله وبنلعبه بالريجيم، والرياضه اكيد هي مكمله للريجيم والريجيم مكمل للرياضه اللي حكيتها بالاول بنفس الوقت. أكيد. كوتش خلينا نحكي شو هي البروتينات اللي هي سهله الهضم او يلي هي ما بتعند بالجسم. هلا مثلا في كثير بيقولوا يلا رح اخذ لي بيضتين ثلاثه بلا خبز. هلا هو مزبوط البيض المسلوق البطاطا مو 2-3 لا اكيد مو 2-3 هلا في كميه معينه لا ممكن بيضتين. تمام. الفواكه، البطاطا المسلوقه، لبن خالي الدسم، حليب خالي الدسم، الدجاج الابيض المسلوق. طبعا مثل ما حكيت كمان هذا الشيء بيختلف على زمره الدم، بيختلف على اليه الحرق عنده. مثل ما حكي هلا انا من العالم يلي انا زمره دمي ايجابي، فانا بحرق باللحم الاحمر اكثر من اللحم الابيض. فكل حدا مثل ما حكينا لهيك عم نقول انه ما حدا يتبع ريجيم من عنده، لانه فعلا هو كثير دقيق. صح. كثير دقيق. وفي عالم بتتبع ريجيم لفتره طويله كمان هذا الريجيم مثل ما حكينا بيثبت الوزن، يعني هلا في عالم انه بتضل مثلا 3 شهور بتنزل اول 10 كيلو بعدين ما عاد تنزل. ما عاد تنزل وزني لانه ما عملتي يوم فري. كمان اولا ما عملتي يوم فري، ثانيا الجسم بيتعود على حاله معينه بصير بيطلب اليه حرق اقوى، فانا بدي زيد معدل الحرق بالرياضه تبعي، ممكن بدي غير الريجيم، وفي شغلات ممكن انا بدي بعد عنها، فما بنتبع ريجيم لفتره طويله. واذا كنتي انت عند اخصائي تغذيه فبتلاحظي انه هو كل شهر رح يعطيكي نظام جديد لحتى يتبع اغذيه جديده، ولحتى يشوف المعدل عندك كيف صار بين الفيتامينات للدهون، يرجع بيعطيكي شيء عادل جسمك. فلهيك الموضوع تبع اكلت بيضتين وانا خلص وشبعت ما قدرت اتغدى، اكلت وجبه واحده طول النهار، هي كثير بسمعها والله ما اكلت غير وجبه. لا لا بالعكس، نحن كل ما زادت الوجبات وقلت الكميه صغيرة تمام كفضل. فبتكون اليه الحرق صحيحه بالجسم. على فكره نحن موصل لخمس وجبات بالنهار، في عالم تقول لك انا ثلاث وجبات، خمس وجبات هي صحيه اكثر من ثلاث وجبات، ما بين الوجبه والوجبه بيكون اليه الحرق اقوى. والكميات اللي عم تفوت انت عم تعطي مثل جرعات للجسم، فالجسم لانه بنرجع لاليه الحرق بيطرح. بس مو صحنا صحنين مثلا، لا اكيد مو لهالدرجه لانه احنا فهمانين الموضوع غلط، انا مشان هيك عم بشرح عم وضح كميات صغيره خمس وجبات. يعني مثل ما بيقولوا ستايل هي اللي شو بيقولوا له
شو هي؟ انه بيقولوا بتصغري معدتك او بتاكلي بحجم الزبديه. انا في صوره على الفيس مره شفتها تبع المعلقه، ايه. قال لي الدكتور اكل معلقه رز المساء، ففرجوني المعلقه قد ايه. لا في هلا كثير انه الزبديه بحجم الزبديه تاكلي وجبتك، يعني زبديه رز، زبديه شيء حلو. هلا نحن دائما بدنا نعتمد، بدنا نعتمد هلا اذا اعتمدنا هي الريجيمات اللي نحن عم نحكي عليها، فانت اوريدي بتحسي بحاله الشبع، فانت ما عاد بيطلب جسمك هي الكميات. هلا انا لما باكل وجبه واحده، فانا لما باكلها باكلها بحاله هستيريه من الجوع، فلا انا لما بقسم وجباتي فانا بضل حاسه بمرحله الشبع، ما باكل بكميه عاليه. هو نظام الحياه، لانه العمل لساعات طويله هون بيختلف عندك، يعني حتى صحيا بعيدا عن موضوع الرجيم، حتى صحيا المعده هي لازم تتقسم على 5 وجبات. ثلاث وجبات هي اللي نحن تعودنا عليها، بس 5 وجبات هي الصحيحه حتى صحيا بعيدا عن الرجيم. طيب في كثير من الناس يمكن كانت تتابع او يعني تمارس الرياضه بشكل مستمر وقطعت لفتره زمنيه طويله وعم ترجع، بتلاقي في مشاكل بالعوده، يمكن كمان بترجع بطريقه مو صح. في كثير من الاخطاء الشائعه حول هذا الموضوع، خلينا نحكي عنها. هلا اولا قطع الرياضه المفاجئ هو انت كانك هدمتي كل شيء بناتي. يعني هلا انا على نظام مثلا الرقص، حتى الرقص الليونة الجسم بتفرق بشهر، حتى خلينا نقول ب 15 يوم لما بدنا نقطع على الرياضه. هلا في عالم بتقول لك انا ما تقدر التزم برياضه، عندي سفر، عندي شيء، عندي كذا، بخفف شوي شوي ولكن ما بقطع، بخفف لعبي. مثلا انا كنت العب بطريقه كثير قويه او عنيفه، بخفف معدل اللعب تبعي وبقلل الوقت، وممكن ضل عم مارس الرياضه. صار قاسي منه مثل قبل مره، تمام. يعني لو ضل على بالاخير على رياضه المشي، اما اني اقطع وارجع حتى الجسم بيكون بحاله رفض اول شيء، يعني حتى بيكون اصعب من البدايه، اصعب من اللي جايه هلا من الصفر. فلا دائما اذا الواحد بده يفوت بالرياضه بده يحاول انه قدر الامكان يضل له جهد بسيط، بس هو ما يقطع الرياضه. قديش صرنا عم نقول نلعب رياضه؟ والله انا صاري من انا وصغيره بقدر نلعب. انا عم بقطع الشهر، عم بحس بتقل. شهر واحد معني انا كوتش، وشهر واحد بحس بكثير بصعوبه لما برجع. لازم 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 كلنا خلص، حتى لو بس خلص من هون على النادي هلا، لو بس مشي عن جد لازم اليوم. طيب بس سؤال قبل ما نختم، نحن هلا كلنا يعني مهووسين بالاجهزه الموبايلات الذكيه، في الابلكيشن اللي هو هيلثي، فبتلاقي الناس انه اذا مشيتي باليوم هلقد خطوات، قديش المعدل الوسطي لحتى تكوني ماشيه صح؟ الناس بيقولوا لك 6000 خطوه، ناس بيقولوا لك 10000 خطوه، هي قديش مثلا الخطوات الصحيحه؟ يعني انا بلاقيها هي كثير معقده انه نحن نعد الخطوات، او مثلا قولي هلا صار في اجهزه بتعد الخطوات على الموبايل، تمام. بس هلا انا دائما بنصح انه الرياضه شو ما كانت، ان كانت مشي او غيرها، انه اقل شيء نحن 50 دقيقه لساعه. أوكي. يعني هذا هون الجسم ببلش، نحن الجسم اساسا بده 3 ساعة ليبلش يعطينا، يعني نحن 3 ساعة بحاله تهيئه عضلات، نحن هون لسه ما بنكون عم نحرق شيء، يعني اي كالوري نحن عم نحرقها فهي بس مجرد يعني كارديو، احماء للجسم، انا عم هيئ عضلاتي لاي لعب ثاني. نحن بعد الثلاث ساعه بتبلش اليه الحرق تختلف عندي، لهيك انا ساعه بعتبرها هي كافيه، طبعا ساعه ونص تمام، ساعتين حسب كل حدا ونشاطه وجهده، ولكن مو اقل من ساعه. الخطوات معلش ممكن العالم حتفتح او يكون لها خلق او شيء، طبعا بنصح انا اذا في حدا قدران يلتزم فيها وملاقيها انه هي مريحه له، اوكي يضل على هذا النسق، ولكن نحن عم نحكي بشكل عام ساعة هي المعدل الوسطي للأشخاص المبتدئين وللأشخاص المتمرسين بالرياضة. يعني فينا نقول نحن 3 ساعة هي إحماء، باقي الوقت هو يلي ببلش بآلية الحرق. طب هلأ مين ما كان قادر إنه هو يلعب أي حدا رياضة؟ أكيد لا، أكيد لا. يعني كثير عم أشوف هلأ إنه أنا كوتش، انا كوتش، أنا لا بلعب سنة، بلعب سنة بسرق المعلومات، بعمل دورة تدريبية بصير كوتش، تمام. انا لحد الان انا لي 8 سنين بمجال التدريب، لحد الان بتثقف وباخذ شغلات جديده، ولحد الان بكل مقابله لي انا دائما لازم اني ارجع راجع معلومات جديده للاسئله اللي بتجيني. فلا بالعكس، ومع ذلك حتى متدرباتي سنه عن سنه بيفرقوني بالتدريب انه كوتش انت متغيره، حدسه، عامله، فما حدا بيوصل للاكتفاء الكامل. لا وحتى التمارين يضل في شيء جديد مع الجسم كمان بطريقه خطا، ممكن أكيد تكون الى اثار في عالم اللي خطيره، مثل اللي كانت عم تقول انه سنه وبيصيروا كوتش، كثير صعب انه يتفاهموا مع كل الاجسام، صح. رح تبين الاخطاء قولا واحدا، يعني حيبين قله الخبره بمكان معين. فلا خلينا نكون متثقفين كاملين ونفوت على هذا العالم بثقافه كامله،
بلا ما نضر حدا، يعني بلا ما يكون حدا متضرر بسببنا. اكيد اكيد. يمكن اليوم كان في معلومات كثيره ومفيده. طبعا. كوتش نتشكرك اكيد على وجودك معنا. والرياضه اساسا حياه، فتمارين بسيطه بالبيت ممكن تاثر حتى على نفسيه الشخص. نتشكرك كثير. صح. نتشكركم لكم. شكرا لكم. شكرا لكم حبيبتي. شكرا.